بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخواني اخواتي، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا دائما في الهنا والصحه وراحه البال ان شاء الله، وكنتمنى اللي باقي ما شاركتش معايا في القناه كنتمنى تشتركوا وتضغطوا على الجرس، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم ومن اللايكات ومن التشجيعات، بارك الله فيكم، باش دائما تشجعوني نجيب لكم وصفات جداد، وصفات مفيدين، وصفات صحيين، وكل وقت كنجيب لكم وصفات ديال داك الفصل وديال داك الوقت. جبت لكم اليوم فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه ديالتنا ديالت اليوم هي واحد الماسك، وصفه تجميل. واحد الماسك كينفع بزاف في هذا الوقت ديال الشتاء، وقت البرد. اكثريه الوقت كتكون الجلده ديالتنا ناشفه وكتقشر، اكثريه اللي عندهم الجلده شويه ناشفه كتكون كتقشر لهم بزاف وكتنشف. ما لي عنده الجلده مدمة، الحمد لله انا عندي الجلده مدمة، ومع ذلك دائما كندير ليها الوصفات باش كتحافظ على الرونق ديالها وما كتنشفش. وكل فصل كنصوبوا الوصفات ديال داك الفصل، وغا من التغذيه ديالنا، من داكشي اللي كيكون عندنا في الكوزينه وداكشي اللي كناكلو، لان داكشي اللي كناكلو اللي مزيان للصحه ديالنا راه مزيان حتى للبشره ديالنا، وما نضيعوا حتى حاجه. بحال دابا هذه الفاكهه هذه، هذا عندنا ثلاثة ديال المواد كما العاده، ثلاثة ديال المكونات اللي عندنا في هذه الوصفه. دائما كنتعمدوا نديروا الوصفه من السنه النبويه صلى الله عليه وسلم، باش الله سبحانه وتعالى يجعل فيها البركه وتنفعنا ان شاء الله وتنفعكم باذن الله. وصفه مجربه وفعاله ومزيانه للتجاعيد، كتمنع التجاعيد، لان هذا الوقت في السنه هي اللي كيكثروا التجاعيد، مع الجلده كتنشف وكتكمش، خصنا نحاربوا التجاعيد في هذا الوقت. اذا على بركه الله عندنا الفاكهه ديال الكاكي، عندنا الزيتارغان، هو راني على التعريف الزيتارغان. عندنا هذا الدقيق ديال الشعير، دقيق ديال الشعير مهم بزاف للدار ديالنا، كثريه البشره. هذا محمص شويه، دقيق ديال الشعير وشويه محمص. اذا عندنا ثلاثه ديال المكونات على بركه الله. هذه كنقشرها، خديت وحده من هذه وقشرتها، خديت لي هذيك القشره ما كنضيعوهاش. كثريه القشره هي اللي كيكونوا فيها بزاف ديال لي فيتامين، وكيكونوا فيها واحد الزيوت مزيانين بزاف في البشره، كيحاربوا التجاعيد وكيغذيو البشره ديالتنا وكيقشروا ديك الخلايا وديك الخلايا الميته وديك القشره، كيحيدوها كينظفوا لينا البشره ديالنا باش كتنفس. اذا بلا ما نقطع لكم قوه الهضره، واخا كنشرح لكم كنبغينا نشرح بالتوضيح، كناخذوا واحد الاله، هذه راه اله البنات راها مهمه بزاف، كتنفعني بزاف في الوصفات، كتجيني سهله. كناخذوا هذه الاله كنديروا في هذه القشره، القشره راه موصوله نقيه، كنديروا في هذه القشره بوحدها وكنديروا فيها شويه ديال الزيتارغان. كياس ديال الزيتارغان وكنطحنوا، ما كنخلطوا معاه حتى حاجه، كنديروا غير هذه وكنطحنوا. يا بسم الله، عندها واحد اللعيبه هكا، الا ما قديتيها مع بلاصتها ما كتبغيش تسد. اذا غادي نمشي نطحن الوصفه نخلطها ونرجع معاكم باش ما نطولش عليكم. اذا البنات، ها هي الوصفه ديالتنا، ملي كطحنوها كتجي على هذا الشكل، هي كتجي على مزينتها، شوفوا كي دايره. هذه راه تجي حتى في الحلويات وتجي في اي وصفه اللي تكون القشره مغسوله ونقيه مزيان، راها غزاله. وديريها في لاصوص مع لاصوص، شي حوايج مقبلات كتجي معاهم، هذه كتجي بزاف ديال الحوايج، حتى حاجه ما كتضيع عندها. كناخذ هذيك ملي كنطحنوها بحال هكايا، كنزيدو معاها شويه ديال الدقيق، واحد راس المعلقه هكايا، كنكثروش صافي. ثم كنخلطو بحال هكايا باش كتماسك لينا الوصفه ديالتنا، كت
تخلط مزيان، تحط مع السكر، هاي الوصفة كيفاش كتجي. كتجي غزالة غزالة بزاف، وصفة صحية، وصفة مفيدة بزاف، كتنشط لينا الدورة الدموية في الجلدة ديالنا في الوجه، كتحل هذوك المسامات اللي كيتغطاو بالغبرة وبالتلوث، كتحلهم لينا هاد الوصفة هادي باش كيتنفسوا. اذا هذه هي الوصفة ديالتنا، كنهزو منها واحد شوية، كنديرو هكا على يدينا، كنديرو على البشرة ديالتنا ديال الوجه، وكنديرو حتى على اليدين والعنق وكلشي. نوريكم غير شوية هكا باش ما نضيعهاش، باش غنديرها لوجهي. المهم على الوجه نقي، كنغسلوه بالصابون ديال الحجرة، دائما الوجه يتغسل قبل الوصفة، نغسلوه بالصابون الطبيعي ديال الحجرة، وكنشفوه، كنخليوه ينشف، عاد كنديرو عليه الوصفة بحال هكايا. ملي كنديرو عليه الوصفة كنخليه واحد المدة ديال 20 دقيقة حتى 30 دقيقة، كاع ماشي مشكل، وقت ما خليتها راه مزيانة، كيشرب منها الجيش، كتشرب منها البشرة، وكترطب وكتنشط. كتنشط الدورة الدموية، وكتولي البشرة بحال اللي كتحيا دوك الخلايا ديالها الميتين، كيحياو من جديد. هذه هي الوصفة ديالنا، كنخليها شوية ثم كنغسلوها تاني بالماء شوية بارد، ما يكونش سخون، ما يكونش تاني متلج، بين وبين كنغسلوها، كنقيو وجوهنا، وكنمسحو بالفوطة، ما كنديرو لا الزيت لا والو، لأن هاد الوصفة هادي راه فيها سميتو ديالها من فيها ما يكفي من الزيوت، فيها الزيت أرقان، هو الزيت أرقان اللي هو غني على التعريف، أحسن الزيوت هما الزيت أرقان للتجميل، وتا هاد القشرة هادي راه فيها واحد الزيوت طيارة، تا هي فيها الزيت، داكشي علاش ما نزيدو مازال لا كريم لا والو، كنكتفيو بهاد الوصفة هادي. سمحوا لي على هاد الصداع ديال الماكينة، مشعلة الماكينة ديال الصابون، غتكونو كتسمعوها، سمحوا لي على هاد الصداع، هاد الوقت اللي لقيت كيفاش نصور. إذا هذه الوصفة ديالنا، كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وإلى اللقاء إلى الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.